في شيلة حقت فهد، هو شو اسمه؟ يا رب انها تشتغل. اوه فهد العيباني عز وفخر. مشكلة وطني الكويت سلمت للمجدي وعلى جبينك طال سادي. وطني الكويت يا رب اسمعوا الشيلة. ها وطني الكويت، وطني الكويت كل عام وكويتنا بخير ان شاء الله، وجميع دول العربية والخليجية والاسلامية. مرحبا بك. من هذا؟ اكب شنو؟ اكب حسين، تعرف انجليزي؟ ايه منو اول داعم؟ اول ثاني داعم؟ داعم ام لا ثاني داعم. شوف، اول داعم الفضالة، الفضال. ثاني داعم اسمه لا ابراهيم، ثاني ثاني داعم ابراهيم. ابراهيم توني استوعب، معلش. ارحب ابراهيم. لا اول ابي فصيله من الكويت. تكفيس يا اخوان، تكفيس. بيض الله وجهكم داعمين، شكرا يا جماعه. ضيفوا الداعمين الكومنتات كلكم، ابي تحيه لكم وللداعمين. تكفون، ضيفوا الداعمين كلهم، والله ما قصروا. شكرا للداعمين، مكبسين، مشاهدين. تكبيس، ندخل 3 مليون 10 مليون تكبيسه. انتوا اصلا ما سويتوا كبسوا كبسوا. انتوا 3300، يعني لو نغزي اي احد ناخذ العرش ونحن اللي طالعين. شد يا جماعه، تكبيس يا وقف الشيخ، تكبيس. عاد صدق هذا العتيبي ما راح تقدر تحكم منه. سي 511 مشروب فنجالك. هلا بالنشامه يقول يعني العتيبي. هلا بك، اقول لك ما راح تقدر تحكمني حتى لو فزت. ليش؟ بعد الجوله اقول لك. بس راح حكم. خلاص صدقني ما راح تقدر. صدقني راح اقدر. يا بس والله اهم شيء، لانه ما راح تقدر. بنشوف. يلا يا جماعه شدوا 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 حسامك، من الربع تكبيس والوعد بالدفن. يا رب ايش رايكم نسوي فوضى؟ نصفكم بس. مشروب فنجالك، اد اد مشروب فنجالك، اد بل اد بل تكفى. مشروب فنجالك، مشروب فنجالك تكفى. المو المناجيل مشروبه، المو المناجيل مشروبه. اشتنا البث ملقم يا رجال. وين اقوى واحد تيك توك اليوم؟ جيبوه. منو في فاتح بث؟ المو ترابل يا وي. هني نزلوا الجوله هذه نتفليكس، ولعت يا النشامه. 26 ولد من كل ريال وبنت، ترابل ايد وحده ما تصفق. يا عيال ها شغل شغل. صلى على النبي ثنيتكم. وانا الثالث. لا او ولا بي فصيله دم الكويت، حبها بقلبي مثل حبها محبه. يا ربع كبسوا اليوم، يوم حسون ان شاء الله. انا كل يوم يومي، كل يوم هو علق. لا ما علق، اشعر بالمعنى. ترابل 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 يا ريجي، ترابل 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 يا عيال، ترابل يا ربع ترابل. انتبهوا من جحد الترابل، انتبهوا من جحد الترابل. يا ويلك يا ويلك يا سواد. نور يا نور، مشروب فنجانك يا ويلهم. لا 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 يا حيلان. ليه ليه اضرب؟ احد يضرب؟ احد يضرب؟ معلق لك يا ولد. ايه احكم عليه على طول.
عبد الله كويت ليش؟ شباب هذا اللي انا ما ادري في الجولات يا اخي. اعتم علي على طول. هذا هذا هلا عتيبي ترى سكوري ترى كان 400 الف ها؟ 400 الف سكوري تستاهل والله من كريم مستحق. هذا ترى فصل عندي انا شحني خمسه عرف صاير حار. زين انت الجوله خذيتها تعتبر. اي زين شنو بتحكم؟ شلون تقول لي انت تقول لي ما راح تحكم؟ علمني السبب. الحين منو داخل علي اليوم الصبح؟ منو؟ اللي نحبه كلنا. منو؟ اللي بيرجع يوم الجمعه. سلمان. ايش فيه؟ أقول داخل عليه اليوم الصبح. زين والله إن شاء الله محضر له. أنا محضر له هدية يعني. يستاهل كلنا محضرين له بس إنه كلنا إيه بس إنه الحكمة الأول. أنا قلت أجيب واسطة يعني. لا واسطة ما تمشي. واسطة في الكويت ما تمشي. عاد والله شوف أنا ما أقدر أوريك الحوار أنا بيني وبينه بالخاص كان لو بس صدق لو أوريك يا ما راح تحكم. بس والله وانا اخوك صل على النبي. قول لي حكمه. لان الداعمين لهم حق هذا وشيء. لو ان طبعًا لو ان قسما بالله انك تامر امر يا حسين يا حبيبي وانا ما تعدى على الداعمين لكن الحكمه الاول قول لي. تكتب بالبايو. لا البايو ما اقدر. حسين العتيبي ذا يتوثق. اي لان حساب بزنس. اوكي الصوره ما تقدر تشيلها. ايه تبي مقدمه لايف عادي ولا تبي تجيب مقدمه لايف؟ لان انا بقف سجن ثلاث جولات. اجل هيا بس تب استنى حبيبي يا هذا صاحب عتب تشرفنا والله. اللي مرحبا بك يا حبيبي. هي. لا تقولون سامح لأنه مو بيدي وشد حزامكم وريد نطير يبيني. لا تقولون سامح لأنه مو بيدي الداعمين. جاهز؟ أنا جاهز إن شاء الله بس جولتين والله خليك تبيع بيتك. أبي بيتي؟ يا شد حزامك. مو أنت شاحن؟ أنا شاحن. خمسة مليون. ورني جيدك. يلا يا عيال كبسوا شيرو. يلا ورني جي نزل مليون الحين. يلا أصبر يعني قاعد ينزل. يمكن ادعمك بالغلط. اصبر عشان ما توتر دقيقه. ادعمني 500 ساوي السكورات. لا والله ندب العيال. ايش يلا ورنا جيدك. الله يرحم يا عيال تكفون. علموه ان الفنجيه مشروبه. يا ريجيل الرجال تراه شاحن وانا في وجهكم كلكم. يا ويلي يا ويلي لعنب اللي لا تحزن فيكم ولعنب اللي لا تحزن في خويه. الوعد بالدبل كلنا يد وحده. جوله ولا جولتين خليها. جولتين هذا اول جوله ادخلها بعد الانقطاع. يا ربع تكبيس وشيرو. يا كبس وشيرو. ها يعطيك غلط. ها عادي عادي اسوء. ترى انا بدعم على الدبل. ها رجل ولا تراني بدأ مع الدبل. يلا يا عيال يلا 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 تكفون شيرو. مرحبا يا حسين. العلوم يا حسين. علوم تسرب قوم يا وليد. خلاص يا ولد بالله بسألك سؤال. اترابل يا عيال. ربعي يا ربعي 900 ألف يا كم للدبل. رجال محتزم. نعم محتزم للثنادي يا عيال. ألف 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 نوره ويلكم. ألف يا عيال الدبل مو محتزم. سكر دبل. أصبر. ألف سكر سهل. لا أنا ما سكر الدبل. ويلكم أسمع رحبي يا عيال باقي 200 قفل الدبل. ترى اكتمل عندها الدبل. كبسوا شيرو تكفون.
يا عيال باقي 200 على الدبل. خرب الحرام يروح. جامكم. اسمع شباب بترابل كلنا مع بعض. بترابل كلنا مع بعض، ترى سكر الدبل. شد حزامكم. ترابل يا ريجي. محمد بن سعد. هلا بالنشمي. انتبهوا من جحفلة ترابل. انتبهوا من جحفلة ترابل. حسين الصراف لا تدعم. أنت مسجون لا تدعم. حسين أنت مسجون. السمي لا تدعم أنت مسجون. بيض الله وجهك. أنا بشوف هياطة. هو يقول أنا مشاحن مليون. 5 مليون يقول بعد مو مليون. وروني دقيقة دقيقة يا رب. معلق أنا الآن أم القهر. لا حد يدعم. 5 مليون وين؟ شوي تطلع مو بالحين. تبي نقطك مع البلكونة الحين؟ أنت شو كنت؟ أنا رجال أجحبل في آخر ثانية. فيك؟ لا مو بجحفل، ورني مجيد كانت 5 مليون وتجحفل ضعاف. نعم اجحفل 5 مليون اجحفل. ايش فيك انت؟ انت ليش خايف؟ انت ليش خايف؟ انت ليش خايف؟ اي انا ادعم، انا ما عندي احد مغير لحالي. مو خايف ورني. لا خايف، انت خايف مني، خايف مني. اعترف حسين، قل انا خايف منك. يا عمي وقت ما تخوف دجاجة. يا رجال والله انك خايف، والله انك خايف. ارحب ارحب يا ارحب يا روحي. اي والله يخاف. ليش ما يخاف يا لا صدق؟ يلا يخاف لا تجحفل اطلع. اقسم بالله لي شهر وعليها ما فكت بث، وباذن الله ما تنام عينها. باخذك رايح جاي. يلا يا عمي لا تسولف واجد، ادعم. يلا انت ليش متوتر؟ شفيك حسين متوتر؟ أول مرة أشوف حسين العتيبي، أشوف حسين العتيبي متوتر. شفيك؟ مو متوتر يا حزك، أبي أخصم قوي. أنت بطاطا أخذ يا رجال، أخذك رايح جاي. ترى حكام صلخ، والله ما راح سامحك. حكام صلخ، أنا أخذك رايح جاي كذا. ها هذولا ما أدري إيش فيهم، عبارة داش مدرسة. أرحب، مشروب فنجالك منور يا روحي. يا شيرو اشرب فنجالك. خليك بدونيتنا مشروب، خليك بدونيتنا. ارتك على المركب وخليك بدونيتنا. وانت من جحفله. احنا تدري وش الوضع يا حسين؟ اعطيك من الاخير بنشوف وش وضعك. الجوله الثانيه والجوله الثالثه محسومه هنا. قبل اميوت حسين صراف، أنت مسجون. تكفي حسين، لا تنسى شيء. محمد سعد، بيض الله وجهك أبو سعد. بدر عصيمي، أبا قلبك ابن عمي. العتيبي نورة، شكرا لكم جميعا. شير تعال يا وجه انفهرة. ورني جيدك الجولة. أنا أختبرك وأختبر داعمينك أشوف. ها يا وعد خلصني. وهذا أنا لي شهر ما بثيت. سؤال أول واحد. سؤال. أول ضحية عندي أنت. سؤال ها انت اول قست وياي؟ ايه اول جوله بعد الانقطاع ده. اول جوله انت خليك ترجع تنقطع مره ثانيه. والله ان الله شوراد وقال اني لحكمك يا حسين. خليك سولد اوت. والله اني لخليك عبره لمن يعتبر. يا عيال شيري علي الحرام انك من الفوز محروم. لو نفرقوا سوما بين علي الملازيم مني لاخذك رايح جاي. يا عيال شيرو يا رب. ام بغيتها بالهياط ام بغيتها بالفعل يا حسين؟ اشرب فنجانك. يقول تكبيس وفوز بدون داعي. تكبيس. شوف يا ولد، قل لا اله الا الله. 5 دقائق بيني وبينك تتشوف اللو. يوه يا قبلتا حي يا شيرو. تخيل شوف الشخصية هذي قلابي ومعطيها النسفة تنحكم شوي. يأشينا لا ان شاء الله اني قده وقدود. انتم عليكم شيرو، بس شيرو جننوا حقين التيك توك اليوم، العبوا فيهم لعب. توبي ما بتوب. علوم البرنامج يا حسين، وش الجديد يا ولد؟ الجديد طال عمرك في كل يوم ابث يطلع جديد. ويش اقول لك انا؟
ما دامني موجود البرنامج طيب ان شاء الله. ان شاء الله. 650 يا عيال تعيشون قدها سنين. 650 يا ريايل. اي القفله الدبل. واحد يقول حسبك مت. يبي يهوه. ذكر الله يا ولد. لطامات في الدبل؟ منو هذا؟ نوره صح؟ ايه القفله الدبل 650. ريم ريم بيض وجهك. اتش 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 12 ارهب يعني. يا عيال كم الدبل؟ كم الدبل؟ ترى فاز علينا الجوله الاولى. الحربي شكرا يا حبيبي. ويلكم الحربي بعد ام 29 ويلكم. شو الداعمين كلهم صورة تمام بخالد مستحيل. تدعم اسد يطلع لك ثلاث تمام بخالد. يستاهل بخالد. وين الداعمين؟ والله مني ما ادري يا اخوان. لكن ما عليكم. انا تمام بخالد مروان تلودي كل مكان يطلع. اسمع لا والله طلع عبر من البريان يا ولد بكل مكان تلقاه. اسمع لبيك ما بنت 5 مليون شاحن 5 مليون الله لا الله. لا ما نزل 5 مليون نزل عليك انت ليه يا ابو الله 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 يعني الله يلطف بحالك ان شاء الله امين. انا عندي احساس يا اخوان ان الجوله ذي لنا باذن الله. احساسك مو في محل. محمد نساعد باذن الله. صايم نوره العتيبي يصوت شراك ما عنده شراك راسي وليد وين كنت؟ في الدوحة. في الدوحة حب. وين؟ ها؟ وانت وين؟ في الدوحة بس خل انت وين؟ بالله في الدوحة. بالله في الدوحة. الحكم الأول. أنا بعطيك أحكامي ها؟ طيب ما مشكلة بس متى جيت؟ جيت. وين ساكن؟ والله هذا شيء ما يخصك. بالكمبنسكي. بالكمبنسكي غرفة 5205 ما بي هدايا وليد. الكمبنسكي في اللولا ولا وين؟ اي في اللولا. ليش ما تصير اي؟ باذن الله بمر عليك. عندي ربعي يا ولد عندي شغل والله العظيم يا ابو مطيري. الحكمة الاول. عندك سيارة؟ لا. طيب. سيارتي في الكراج. ايه الثمانية الأخيرة. أنت في الفندق؟ ايه. حلو. ايه الثمانية الأخيرة. تلبس لي طال عمرك روب كامل. ايه. تنزل اللوبي. تعطي لي اياها فرة، الفرة الأولى، الثانية، الثالثة، ترد الفندق. فرتي. كيف أعطيها فرة فرتين ترى؟ يعني ثبت في اللوبي. ايه تفتر واحد، اثنين، ثلاث. حلو. روح فوق. اللوبي طبعا قدام الثاني عند الريسبشن شوفك غسل يدك. الحكمة الثانية يا وليد بيض الله وجهك مدامين كلكم متشكرين. محمد بن سعد بيض الله قلبك ابو سعد بدر عصيمي نور العتيبي العتيبي الثاني. الحكمة الثانية يا وليد توقف الاستعداد جولة كاملة مع تحية. ثالث. الحكمة الثالث قابضة لمدة 3 دقائق بيانك بوتس وقف لك الاستعداد بس بدون تحية. لا ما تحية. ما تبي عندك حكم ثالث. الكومنتات لبى والله قلوبكم. يلا. 5 مليون زحلطت يا اخوان. ادري ادري ادري. يعني هو البرنامج زي كذا يعني ارجع على طول انفذ حكم. يلا معنا. خلاص بلبس روب انزل اللوبي. شرفنا ذا. انا راجع انفذ احكام الظاهر. 3 لفات في اللوبي ها؟ لا صل على النبي عشان تفهم عدل. قلت لك ثبت التليفون عند الريسبشن، الريسبشن يشوفك. تعطيني اياها واحدة، اثنتين، ثلاث. توكل. شلون اعطيك اياها واحدة، اثنتين، ثلاث؟ فر، واحد، اثنين، ثلاث، فر، واحد مع نفسك، اثنين مع نفسك، ثلاثة مع نفسك. يلا. وليش اللوبي؟ وليش الروب؟ لازم روب، انا بخاطري اشوفك روب في نيل سروال تنزل تحت. لا 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 بلبس الروب فوق الثوب. لا. لا ما حددت، ما حددت انت. لا انا قايل روب، انا قايل. لا لا انت تقول تلبس روب. معروف حكم اللوبي معروف عند الناس كلها. لا ما هو معروف. لا لا ما هو معروف يا حسين. معروف تحدد لي تقول تنزل تلبس الروب ملابس داخليه
وليد انت تقول البس الروب. اسمع بالله انا ما علي ما علي اسمع اسمع عند الناس مو عند الناس. انت كلامك ولي وحكمك واضح، تقول تلبس الروب وتنزل اللي تحت ما حددت. خلاص ياكم يا استعداد أباك انزل اللوبي استعداد ما تحية. خمس دقائق ها؟ ايوه خمس دقائق. طبعا استعداد ما تتكلم تكون عبينة ما تتحرك، تحرك تتكلم اخذها حصانة. جولة تنفيذ ولا حكم؟ كيف كان معاك لين اخر نفس. يلا تبيها شنو؟ ها؟ من احكام من احكام حقي ما خليه حقك ما انت ماخذه راح امس. يا عيال كبس وشير ضم نفسك ضم عمرك ضم عمرك ضم عمرك يا سواليد طاقه وتحيه. هذا هو اي بس باستعداد. انا قلت لك استعداد مع تحيه. طيب هذا استعداد ها استعداد طال عمرك توقف. لا 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 ضم عمرك لا ضم عمرك ضم عمرك ضم عمرك ضم عمرك. عمرك ها ها شوي ايوه ايدك ايدك تحت ايدك تحت ضمها بس خلص ايدي وين فوق تعال ضمها ايوه خلص. يا عيال كم شجيرو وليد ما تتكلم ما تتحرك استعداد معروف تصرف تحيه وتوقف استعداد. ايش رايك بالطالب هذا؟ متمرد ولا محترم؟ متمرد؟ فصل يعني استغاله؟ استحاله طبيه؟ مشاغب؟ نخليه طالع الطاف؟ يلا ورني ورني جيدك خلي غازم القاع. يلا ورني جيدك دبل يا اخوان دبل دبل. يجي داعم يطشرنا الحين. يجي داعم والله عارف وليد يا الربع شد حزامكم 2050 كويس 50 زين 50 عن شكة يحير الداعمين ترى 50 هذا يحيرني والله. يلا شدها 50 50 حق جيش مكبسين ورد و2000 على الداعمين. طبعا هذه التحيه 2000 2000 اوه اكتمل الدبل. يا التحيه هذه يا اخوان تقديرا لكم واحتراما لكم. يصرفها وليد المطيري امام المشاهدين. وليد المطيري نزل ايدك وقف. قلت لك متمرد الطالب هذا متمرد يا اخوان ما يستاهل الاحكام. فصل ينفصل الان يا الربع الدبل. جولة حكم يا مشروب الأمور جدا عادية. إذا فزت عليك الجولة هذه الحكم تقصر ثوبك لسبب ما يجوز. السبب الثاني حيل طويل يبي لك غير الخياط وليد. الحكم الثاني غير الخياط. الحكم الثالث هوني الحكم الثالث تاخذنا وياك بس الحكم الثالث وين تروح تبع الخيار انتظر يا اخوان دبل انتبهوا من الجحفل الان حلو ما في شيء بس خلاص. جنكم كرك والله والله على والله خشمي مشروب جاي. ها لا يبشي ابو وين لكن الو انجليزي الو انجليزي انجليزي الو انت انجليزي وير يو ار فيك جنيه. كم لوبي ريسبشن اوكي روم نمبر 5205 ارحب نور لا بروبلم روح شن هلا ديما شخطة تحت خشافة
give me another one عربي. عطني عطني واحد كلام عربي. speak عربي. where here here في هذا نحن. هاي ما شاء الله. من جحفل. hello. yes how are you. اسمي 11 وردة. شكرا. excuse me, where are you. outside. okay okay go inside. go to the lobby reception.